السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. بديت لكم الفيديو بواحد المحل ديال واحد السيده ما شاء الله داكشي عندها كيحمق حوايج سيكان دخول. المهم انا ندوز لكم تجي على مور ظهري وتشوفوا تشوفوا داكشي اللي كتبغي كل مرة عندها اي حاجه بغيتوها. شوف عندها عبايات كساوي، عندها ميطاش، عندها يزور، اي حاجه وصيتوها عليها كتجيبها لكم. عندها واحد الفوطات ديال الحمام واعرين واعرين صراحه خطيرين. بالطربيش ديالهم هذه فوطه بالطربوش ديالها الله يتوعره. عرفتو ماشي فوطه عفايطه ولا فوطه بالمعقول. غزالة فيها الخضر، فيها البيض، فيها الشيبي، البلونكاسي، فيها جميع الألوان. صراحة عندها والبخور دابا راه تعرف واحد البخور ما نعاود لكمش كي داير. هاو البخور غالي واللي جا غالي كتعمرو في هادو. هاو هاد البخور اللي جا مثلا 16 يا 100 أولا 100 درهم غالية كتعمر لكم في هادي، دايرة لها غير 20 درهم. أنا هاي والله تخديت وحيدة هاي غزال، وكان الريحة ديالو تمنيتكم دابا كلكم تشموا هاد الريحة والله عاد طالعة ريحتو غزالة. عند أي حاجة كتعلق بملابس ديال تخرجو بيها وديال تدخلو بيها، عند هادشي ديال الوليدات خلاص البلاكيور شي حاجة اللي كتحمق. عند داكشي غزال أنا غندخل نوريكم واحد الكول اللي كيحمق في عندها في سميتو. أنا يعني نيت نتخدم عند البارفانات البيخرات كلشي. عند جميع أنواع ديال التبريمة، أنا نسالي لكم من هاد الجهة وغادي ندوز لكم الجهة لاخر وتشوفو التبريمة وتشوفو الكريمات غير مبغيتوش تبيضو. شوف نويعة ديال السيكان ديال البارفانات كتعمر البارفانات تاهوما راه هما غزالي رويحاتهم والأثمنة راها مناسبة. شوفو شوفو البنات هاد الكوري كيحمق، اللي ما عندوش يشري الذهب مالو غيبقى محروم. انا ما كاينش اختي الذهب نديرو بلاكيور، هادي عاوتاني راه اخر ما كاين في البلاكيور اخر موديل. هادي غزاله غزاله كتجي في اللبسه واعره. انا شفت واحد السيده دايراها وعجباتني عندها ويا ولقيتها عندها دابا واعرين. شوف جميع جميع هادو حتى المعنات انا دخلتو انا نحط لكم النمرة ديالها في صندوق الوصف ودخلوا عندها وتحط شي توت لكم كاع داك الجديد اللي كتحط. انا ندور لكم الجهة الاخرى وشوف. بالنسبة هكا المضمات، المضمات عندها واعرين والثمن والله الا مناسب كدير الثمن ديال الدراويش. عندها هاد المعتش يقولوا لي قلت لها شي يقولوا لي الشمار شمار السمار. عند الملابس الداخلية المنطاش هكا كفريات خلاص عند الكفريات كيحمها. شوف هذا حتى شفتها حاطة في الصبيرة ملمط في الناموسية تيجي واعر على زويون. إوا ندور لكم دابا لهداك الشي ديال الوجه، الوجه والجسم كامل. عندها الماء المقطر، الماء الورد غزال، هذا خاص هكا بالعينين هكا اللي في حساسية ديال العينين. وهذا حتى انا عندي كنغسل لولدي بيه عينيه، داكشي اللي قلت لكم راه ديال العينين زويون. ايوا خلاص اش غنقول لكم شحال ديال الكريمات، شحال غادي نحسب لكم شحال ديال الصابونات. البنات هاد الصابون شحال واعر كتبيض الوجه كتصفيه، زيت الكوك النيله الصحراويه. وبالنسبه لهاد القماش هذا ديال لوبان الذكر، هذا راه زويون قماش عرفتي ريحتو والله العظيم حليت انا ملي دخلت حليت شميت الريحه ديالو زوينه. قماش كيخلي هذا الوجه رطب، كاين ديال الحلز وكاين هذا ديال مر الطيب ديال الكريم الورد. هذا العسل الفاسي، عندنا العسل الفاسي ياك. هذا راه الاصلي، راه اصلا اللي كتلقاو حمار اللون ديالو كتعرفي ماشي اصلي. شوف هذا، شوف هذا اللون ديالو كدا بحال القرونه بحال، راه هذا هو الاصلي ما شاء الله اللهم بارك. هذا كيديروا الشعر
كدير الشاكه ديال الصابون البلدي كدير ما كلشي ام النيله الصفراء ما تيمشي. انا عندي زعما كاين بحال الصابون البلدي، انا غادي نكمل لكم الكريمات. خلاص النيله الزرقاء راه عندها الاصليه، النيله كنجيب من البلاصه عندها زوينه. خلاص عندي اختي الكسكسو والدقيق والقمح والمقلي، هذا كيسميوه كسكسو الفوماسي ديال الصحراء، المصران المعدة اي حاجه. ما يحسن من الكسكسو هذا اللي فيه لا مخير عندها املو، املو هذا ديال هذا الكاوكاو، وهذا ديال اللوز، كاين الكاوكاو كاين اللوز، كل واحد على الجهد ديالو. وها هي التبريمه الحقيقيه هي هذه، شوف عندها بالكريمات ديالها بالمرطب ديال الشفايف. ها انتم غير الكيس خاصكم على الحمام. ايه كيطيب في هذا كناخذ شحال ديال هذا بوحدو؟ هذا 20 درهم 20 صافي ناخذ واحد كناخذ بالباغافارماسي صافي ناخذ واحد دابا نشري وعن شفتو انا ناخذ كاين الحنة كاين ديال الودعة كاين ديال النيلة الزرقاء كاين ديال العقار الفاسي. صراحة عندها الفروزوي ديال الطبيعي، دابا الفروزوي كلهم عندها طبيعيين يعني ماشي مشي مواد هاكا اللي غادي قالوا لي على منفعتك ما غادي تضرك. هذا مقشر العكر الفاش البنات قلت لكم نحط لكم التليفون ديالها في صندوق الوصف، اي حاجه شفتوها عجباتكم اتصلوا بها وهي تشرح لكم فين كاينه وتشرح لكم كيفاش توصل ليكم. اي حاجه سولوها، راه مسكينه واخا ما تشريوش من عندها غادي تسولوها غتجاوبكم. راه الانسان الطيب زعما ما كنقولش شي حد قدامي، راه ما بيناتنا زعما شي حاجه بيناتنا الصحبه هكا تنجي عندها ندور. انا ما كنشريش بزاف نجي ندور. هذا دخلت دابا المحل قلت لها شوفي غندير ندير فيديو، عندي الفيديو قلت لها هادشي عجبني تبارك الله تشكي الله مدخلاه غزال. شوف شوف هاد الكريم ديال المرطب ديال اليدين هدايا، هذا كريم ديال اليدين جريسين زويون ديال الخدود والقدمين، هادوك ديال رجلين. شوف شوف هذا شحال كيحمق هذا. مشيت هذوك السيليكون ديال رجلين مازال غنجيبو ان شاء الله. كاين هاد فيزا الاصلية هاديك اللي بغات نعرف ديالها ديال الشعر كبط لها الكلف الكلف ياك تعمل الشعر لا لا دابا انا وجدت الاخرين هادي تصلح انا فيها وجهي ضاربة الشمس بزاف. قالت لك هاد سميتها فيزا زوينة اللوزة الكلف. هانتوما هنايا راني نقرا لكم هنايا التجميل، فايزة التجميل هادي قالت لي كياخدوها الناس بزاف بزاف، قالت لي عندها الطلب بزاف اللي وجهها فيه الكنيف ولا فيه ليطاش ولا هادي كتصفي الوجه كتصفي الصابونة ديالها الصابونة هانت راه فيها الصابونية ديالها. راه بغيت نقول لكم دابا شريو صابونية معاها ساعة هي عاطين معاها الصابونية. هادي شحال تمن ديالها؟ 100 زوينة. هادي الصابونية ديالها 100 درهم. هانتوما البنات أنا مبغيتوش تبيانو، أنا كنتمناكم تتصلو بهاد السيدة تشرح لكم كيفاش كتستعمل كل حاجة. أما الصابون راه عندها ديال أي حاجة، ديال اللوز ديال الأذان ديال النيلة ديال العقار الفاسي. هذا حمقني هذا تيرجع لهذا حنيكات الخدود والقدم طبيعي ماشي بحال داكشي ديال الطبيعي هذا المنتوجات، حتى أنا متأكدة منه واخا مجربتش يلاه شفتهم عندها، حيت أنا عارفة هاد السيدة كيف دايرة، ما يمكن تجيب شي حاجة إلا ما كانتش متأكدة منها. هادشي اللي كاين البنات، هادو من ريحة لا هذا أرقان زيت أرقان وهذا زيت ديال الورد. قالت لي هذا زيت أرقان ديال الجميل وهذا زيت الورد. بالنسبة للبنات اللي ما كيقدروش على يشريو الزيوت غاليين، هذاك أرقان بعد حنايا في المحل الصراحة السيطرو عندنا ب5000 والإيطرو وخير 12 ولا 10000. كنت خديتهم البنت خالي صيفطتهم ليها لكندا. والله بحال دابا هذا الواحد ياخد قد الجهد ديالو. كاينه هادي دير 50 درهم، هادي ب 30 درهم، وهادي ب 20 درهم. هادي شحال؟ هادي 30 درهم. 30 والله زوينه 50 درهم مع الدراهم والله زوينه. زعما قلت لكم في الاول داكشي ديال الدراوس واعر والله العظيم، والله ماشي اشهار ولا انا هادشي عجبني
المنتوجه ملي كتدخلي المحل كتحسي بريحه المنتوجه الطبيعيه، ماشي كيف ديك الريحه اللي ما عرفتش وصلت من الاحساس ديالي ما عرفتش. هنا البخور بارفان ديال الرجال ديال العيالات كلشي عندها، واللي عجبها البخور تتعمر لكم فهاديك البواطه، يعني اللي بحالي انايا كنتعمر ناخذ البخور ولاده تلقى البخور غالي، هي كتعمر لكم بحال هكا، بحال دابا هادي فيها خير الله دير لكم شحال بعشرين درهم خيرة. أما مولاتي اللحطة عرفتي نشرب الما ونرجع معاكم، كم عندها اللحطة، اللحطة الصحراوية ما فيهاش مواد خايبة، هادي دايراها هي الما اللي فقد الما اللي فيهم بوم زوين، يعني قالت لي الهشاشة كلشي كتليق هادي. واللي بغى يزيد في الوزن عنده طريقه ديال الماكله، اللي بغى يزيد في الوزن ياكلها ثلاثه المرات، واللي بغى هكا غير الدواء ياكل جوج مرات ولا مره في النهار، اللي بغى هكا الفقر بالنسبه للوليدات. ها اللي قالت لي اللي بغى يغلاض كيغسل بعد المصار، هي عندها الطريقه، المهم اللي بغات شي حاجه تواصل معاها كيفاش كتغسل المصار، وهذا عنده تاكلوها اللي بغات تغلاض، واللي بغات تاخذها على وليداتها باش تعرفوا انها صحيه، يعني دايرها حتى لوليدات الصغار، يعني لذات الام تاكلها هي وليدها بنياتها وليداتها كلشي ياكلها ديال فقر الدم زوينه. ها انتم الناس اللي بغات دير لي هون هما طبيعيين ماشي غير 100% مليون في المية، لانها ما غاديش دير شي حاجه والناس ياخذوا من عندها بزاف هادشي، يعني لقاو عليهم نتيجه. هادي هاد الحويلبات اللي بغا يدير لي هون، وكاين الكريم ديالهم اللي بغات تعاوني بالكريم كيعطوك النتيجه زعما سريعه. عندها هاد العلك، هاد العلك الصحراوي، هاد العلك الاصيلي ها هو عندها، عندها لبان الذكر، هاد العلك زويون ليش كيلا؟ المعدة كيصلح للمعدة كيصلح لل، أنا تنصحوها للجميل واش الماكلة؟ المعدة مخير المعدة، إيه بوم زوين، المعدة قالت لي وبوم زوين، وش الجميل كيديرو؟ الجميل كيعملو أتاي كيديرو مع الما ماشي، الواحد ملي عمر كويس ديال أتاي يدير لك حبيبات هاكاي في النهار مزيانة ينقي مصارنو وكلشي، هانتوما سمعتوها قالت لك زوين المصارن والمعدة والحلول العصبي وكلشي. هانتي هادو هادو البخور، البخور اللي بغيتو تعمر ليكم، أي بخور اللي جات القرعة غالية ولا هدا تجي تاخد هذا 20 درهم، الصراحة والله إلا عندها الأثمنة مناسبة، الله شوفو البلاكيون، هانتوما اللي مشريت نزاه. يلا بنا نكملو الفيديو في الدار إن شاء الله، ولا غادي نشوف إسلام راه بغا يخرج واحد القهيوة ونخرج أنا وياه. يلا يلا اي من هاي صافي البنات، خرجت انا واسلام لواحد القهيوه سميتها العرصه اللي جات في طريق خناطره قريب للرومبوا ديال سعيد حجي غزالة، واحد البلاصة اللي زوينة. البنات بغيت نقول لكم بعدا واحد الحاجة، الفيديو غنحطو بارطاجيو، لأن المواد ديال الجميل اللي عند هاد السيدة طبيعيين وزوينين. أنا خديت من عند داك الحمر اللي كيحمر الخدود عرفتي طبيعي وزويون، والأثمنة الصراحة عندها مناسبة. ادخلوا عندها قلت لكم التليفون ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. البنات هاد البلاصه قلت لكم سميتها العرصه، هاد القهيوه فيها اللعاب كتخلصي على الوليد ولا البنيه 60 لا 30 درهم، وتمشي تاخدي عصير ديالك انت وصحاباتك وتجمعوا وتخليوه كيلعب مرتاحين عليه. انا حديت غير مزروبه قرب المغرب يعني ما غاديش يتقدوا هذاك الوقت اللي يلعب. جيت عند صحاباتي تلاقيت انا وياهم ديال القهيوه انا وياهم، واسلام قلت لي غادي نتعطلوا وغادي يمشي الحال ويأذن المغرب مره اخرى ونخليك تلعب باللعاب. قال لي صافي يا ماما مره اخرى نخليه يدخل الالعاب ونصورهم معاكم ان شاء الله يا ربي. المهم صحاباتي توحشتهم بزاف وتلاقيت معاهم في هذا النهار، اتصلوا بيا قالت لك نشوفوا هذاك، لانيت باغي نخرج انا وإسلام قهيوه
ومشينا درنا القهيوة، خديت أنا وإسلام الكريب وهذا قهيوة، خداو واحد حليب شوكولا، وصحاباتي خداو أتاي، ودوزنا واحد السويعة زوينة مخيرة، ضحكنا تعودنا على داكشي اللي دوزنا شحال هذا، كنا في واحد الجمعية ودارت العشية زوينة، العشية زوينة.